هاي. 48 ساعة بتفصلنا عن نهاية الموسم الثالث من ميشن فاشن 2008 وعن تتويج أفضل موديل وأفضل ديزاينر، وأكيد خلال هالساعات المتبقية الأحداث رح تتسارع والأخبار والأراء رح تتزايد. أما البداية مع ميرفت وسلسلة من التعليقات حول الصبايا داخل سكول أوف فاشن. بس ضحكت امبارح، يا ربي شو ضحكت بقلبي. تذكر حتى انا هيك بنبسط بس اشوف حدا هيك بيخر وبيبين علي، بصير اضحك عليه. قال يعني قال بقى مش عم بحكي اضحك. جورج ما بتتخيل الجو هون كيف عامل، انه مش طبيعي. يعني انا اذا بحكي لك انه العالم شايفه هالشيء، قد ايه الكل بيحكي على الكل والكل بيمثل قدام الكل. وحياة الله انا يعني مثلا لما طلعنا امبارح انا سمعت شغلات، طب ما هاي كانوا كيف هاي صافي مع هاي، طب ما هاي كانت ضد هاي، طب انا فكرت انه دول اعز اصدقاء، كيف هيك بتحكي هاي بتحكي لي عنها؟ مش طبيعي. هلا انا عن جد حسيت انه انا فعلا كنت بعيد عن كل الشغلات هاي، ولا دخلت باي شيء. والله امبارح وقت عم فكر الموضوع لهالدرجه، يعني احكي لك انت اصلا تنصدم، يعني ما بتصدق. معقول هول ضد هول، وهي ما بتحب هاي بس هيك معها هيك. والله انا انصدمت كمان، بس انه مش بس على اللي سمعناه، على شغلات تانية كمان، شغلات بس باللوفت مش طبيعية عن جد. بحب هيك انا نو واي، ما بحبه ما بتعاطى معه خلص. كثير شغلات كثير اسرار بتصير كمان هون، شغلات احنا هبلان ما بنعرف عنها. بتصير كلهم تمثيل على طول، بنعمل لهم فيلم جد ما حلو هيك. بكره بس يجوا البنات. حتعلق ايه شو حيصير؟ انت كنت تقولي هيك وانت كنت تحكي انا شفت هاد وانت حكيتي عني هيك وانت حكيتي عني هيك. حيصير يشدوا شعر بعض؟ والله ما بستبعد، يعني لانه كلهم حكينا على الكل، ولا ما وحده مخلي شيء عن حدا. مش طبيعي. وبعدين بتلاقيهم قدام بعض كانهم اعز صديقات في الحياه. عشان هيك ما بحب صحبة البنات. يعني أنا بعيد لبعيد. هلا بعتقد عشان كل اللي طلعوا من هون مثلا ديزاينرز، خلينا نقول شو بيكتشفوا شغلات عن اللي بيصير كان هون. مثلا انا اهلي اكيد عم بفوتوا على الانترنت وعم بشوفوا العالم هيك. ايه يقولوا لي يعني سامعين كذا شخص. شوف باين، يعني باين باين، يعني لو انا مثلا بتفرج حسوا حالهم غلط. حسوا حالهم غلط. السيدة ريمود اللي قدمت للصبايا المودلز
صف أديب السلوك رح تلاقيه للمرة الأخيرة مباشرة بعد هالبريك. بالحلقة الجاي عملية انتقام كبيرة وخطيرة.